لحتى يضل في check and balances، ولحتى النايب اللي بفوت يكون حريص على تنفيذ برنامجه، ويكون في برنامج لكل نايب مش برنامج حزب سياسي. شو أنا دخلني بالحزب السياسي لحتى بكرة أنا يكون عندي مثلا مستوصف بالحي تبعي، يما بالبلدة تبعيتي يكون عندي مدرسة، يكون عندي بلدية مرتبة. أنا بعتقد أنسب قانون انتخابي للبنان هو الدائرة الفردية، 128 نايب 128 دائرة. بعدين القضاء أنا بنظري لازم ينفض كليا وينفصل كليا عن السياسات، يكون في عنا سوبريم كورت، يكون منتخب مش معين، ينتخبوا القضاة هني بين بعضهم، ما يكون في أي تعيين من أي رجل سياسي، إما أنا بدي هالقاضي يكون هون وبدي أنا هالقاضي، ويكون ما يكون مقسم طائفيا. لا شو علي، شو رح يخوفنا إذا ما كان مقسم طائفي؟ قد ما فينا نخفف الطائف. مثلا بمجلس الوزراء أنا بقول ليش بدنا نوزع الوزراء على الطوائف، وليش بدي يكون عنا وزراء دولي، وزراء دولي اللي عم ندفع لهم مصاري، عم ندفع لهم معيشات، لشو؟ لازم بس يكون في وزراء للوزارات الموجودة، ونخلص من كل المجالس اللي مسمينا مجالس إن كان أعمار يما مجالس للمناطق، ويكون في وزارة التصميم. نرجع لوزارة التصميم، أنا بذكر لمن كنت صغير أذكر أنه كان جورج سعادي وزير التصميم، ما بعرف إذا إجا حدا بعد منه وزير تصميم. هيك لازم يصير. بعدين لازم نخلص من دفع معاشات لنواب ربحوا أكتر من دورة، بيعطوهن معاشات للحياة. طيب ليش وعندنا 52 مليار دولار دين بلبنان؟ هيدا منطق؟ هيدا منه منطق. هل إصلاحات هيدي اللي قلت أنا ما ذكرت الاسم الريفون، بدنا إياها إصلاحات حقيقية، مش نحكي هيك نعمل شعارات ونفوت فيها على مجلس النواب وبالآخر ما حدا ينفذ اللي عمله. بقى أنا بدي إصلاح، إصلاح حقيقي، وبدي تغيير، بدي تغيير حقيقي. وكذلك بالنسبة للاقتصاد بلبنان، ليش نحن ما بدنا نقوي الزراعة؟ نحن عنا أرض زراعية بتجنن، من شمال لبنان لجنوبه، من جبله لساحله. على الساحل بنقدر نصدر موز كل يوم للغرب، من قوي سعر الموز للمزارع اللبناني، من قوي سعر الليمون. لازم يكون عنا نحن كارغو تترك مطار بيروت كل يوم، ويكون فيها كل هالخضار وهالفواكه اللي منصدرها لا الدول العربية ولا أوروبا، وحتى إذا بدنا لأمريكا، لحتى نقوي المزارع ونشجع الزراعة ونخليه يطلع يعيش بضيعته، ويكون عم يستفيد من أرضه وعم بيعلم أولاده فوق. ما في صناعات بجبال لبنان، ما في مؤسسات عم تشتغل عم بتخلي الناس ببيوتها فوق. كل الناس قاعدة ببيروت قاعدين فوق بعضهم البعض. بجنوب مثلا كمان ما في ولا شيء انمائي بيخلي ابن جنوب يرجع يترك بيروت، يترك الضاحية إذا بدك، ويروح يعيش مطرح ما كان عايش، يقوي زراعة أرضه، يعيش بهالخير اللي كانوا عايشين فيه بالسبعينات وبالستينات. هيك لازم نعمل بالنسبة للاقتصاد. في أمور كتير بقدر بحكيها عن الاقتصاد اللبناني اللي أنا بحب إني شوفه يحصل بلبنان، برنامج اقتصادي يكون مدروس لحتى نخفض قيمة الدين الوطني. اليوم شو بيقولولنا 52 مليار دولار منا هينة، ووضع الاقتصاد اللبناني على المسار القويم. لازم نخلص من انه نعطي عقود التزامات العامة على اساس المحسوبيات. شو هيدي وزارة الاشغال تقطع على الهيويات بلبنان، نحطلة مليارات الدولارات، ما في فرع بقلب وزارة الاشغال تنتبه للصيانة الدائمة للهيويات بلبنان؟ نحن بلد سياحي يا جماعة، ليش ما عنا مؤسسة بقلب وزارة الأشغال بتلاحق؟ هون انكسر عمود من ركب ودغري، هون طريق انحفرت من زبطة، ما في وقف توظيف الأشخاص على أساس المصلحة السياسية والمحسوبية بدل من الحاجات والكفاءات. كيف نحن بدنا نخلي ولادنا هون ما يهاجروا؟ لمن يشوف حاله هاللي معه شهادة ما أخذ وظيفة معينة بوزارة، بينما جاره اللي محسوب على حزب يما على زعيم عم يعمل 2000 دولار بالشهر. هيدا خراب، خراب لمستقبل وطننا. الحد من عدد الوزارات مثل ما قلت، والوزراء، وقف الرواتب للنواب اللي هن ينتخبوا أكتر من مرتين، وقف المصاريف والمخصصات الباهظة بجميع المؤسسات العامة. يعني وزارة أشغال من المفروض إنه تكون عم تسهر ليل نهار لحتى تحافظ على جمال طرقات لبنان بكل الطرقات. بقى أنا بحب أنه يكون في خطة جديدة لتشجيع وتسهيل التصدير البضائع اللبنانية اللي بتعيد
بفائدة مباشرة على جميع قطاعات المجتمع اللبناني. تتطلب هالخطة تمرس عميق بفهم الشبكة اللبنانية الدولية ورغبة عارمة في خدمة هذا الشعب من دون انتظار أي شيء بالمقابل. لازم نخدم من دون ما نحن نستفيد، نخدم الناس وما نفكر بالاستفادة الشخصية لحتى يعمر لبنان ويكون لبنان بلد متمدن حضاري ويرجع الاغتراب يعيش فيه. أنا كمان حابب أني قلكم أنه رغم أني عشت 29 سنة بالخارج، بس أنتوا كنتوا بفكري وقلبي بكل نهار كنت عايشه بالولايات المتحدة. وبما أنه أسست عدة مؤسسات غير حكومية لتساعد لبنان، أنا مبسوط كتير بالإنجازات اللي عم تعملها الشراكة اللبنانية الأمريكية للنهضة اللارب. ومن ضمن هالإنجازات اللي عم نعملها والمساعدات اللي عم نعملها، أعطينا بعض الدعم بمنطقة الشوف اللي هي عزيزة على قلبي، لأني أنا من كفر أطرة طبعا وابن المنطقة، وصار لي فرصة أني أبرم وشوف وأتعرف على الناس، ولقيت أنه الإنماء بالشوف كتير كتير ضعيف، منه مثل ما لازم ومنه على كل المستويات. التهجير اللي صار بالشوف، يعني هالتهجير وبعد العودة هلأ صارنا قداي 20 سنة يمكن رجعنا، و30 سنة تهجير، بعد 30 سنة تهجير و20 سنة عودة، بتحس الناس بعدها مش مرتاحة. اللي عايش ببيروت وأسس ببيروت ما عم يطلع عضايعته ويعيش كل يوم فوق، اللي هاجر وترك لبنان ما عم بيتواصل بأرضه بضايعته بقى، وخاصة بالضيع المسيحية بتطلع عليها بنص الجمعة ما فيها حدا، ما فيها حدا، تتصل بالناس لتشوفهم بيقولوا لك منشوفك نهار الأحد لأن بنص الجمعة ما في حدا. يعني أنا هيدا ما كنت مستنظره بعد 20 سنة من العودة، إنه بعد الناس منا مرتاحة ومنا مبسوطة وعيشي بخوف. العالم عايشي بخوف بالشوف، ما عم بفهم لي. لازم يكون في حل جذري لموضوع الحياة الطبيعية بالشوف بين كل الطوائف. لازم ينعمل لجان من كل الطوائف. أنا بقترح ينعمل لجان من المنطقة، من رؤساء بلديات، من مخاتير، من شخصيات، من التجار تبع المنطقة، من ينعمل شبكة بين كل الضيع الشوفية، ونحكي بموضوع عدم الاستقرار والخوف لحتى الفريق اللي خيفان يحكي عن خوفه، والفريق اللي بيعتبر حاله هو فوق يحكي انه هم ما لازم انتوا تخافوا منه، لحتى يصور في تواصل. اذا ما حكيناها بصراحة وتصرحنا مع بعضنا كشوفيين مش رح يكون في ازدهار بالمنطقة. بعدين من المفروض انه نطلع من المحسوبيات بالمنطقة ونحط برنامج لإنماء الشوف بهاللجان اللي أنا عم بقترحها والشخصيات اللي عم بقترحها، ينشغل بكل شفافية ببرنامج مثلا نشقوا تعاونيات لهالإنتاجات اللي حكيت أنا منها بالحلقة السابقة عن الكارجو اللي بده يشحن لنا هالخضار وهالفواكه. تعرفوا أنه أنتوا أحلى بندورة بتطلع بجبل لبنان، هيدي البندورة الجبلية بسموها اللي بتطلع بالشوف أكتر شيء، هيدي إذا تصدرت على أوروبا يما على الولايات المتحدة عم نخلق برودوي جديد من لبنان. ما حدا شايف راس البندورة الجبلي هيك كبير، ما في، ما حدا شايفه غير نحن هون، ليش ما منفرجيه لبرا؟ هيدا لازم يكون عز الشوف إذا بدكن نحكي بالتفاصيل. معدين ولاد الشوف شاطرين بالمنتوجات اللي بيعملوها ببيوتهم، صحية كلها منتوجات صحية. عم بسمع كتير إنه في ناس عم بيشتغلوا هالمنتوجات وعلبوها بمرطبين وحبين يبيعوها، بس ما عندهم سوق، والسوق كتير ضعيف بلبنان. هيدا السوق بيكون قوي إذا جمعنا كل هالإنتاجات الزراعية، كل هالإنتاجات اليدوية اللي عم تنعمل بالبيت وبيصير تسويقها بالدول الأوروبية وبالدول الغربية والعربية. قديش ساعتها بيكون عم نساعد بعودة الناس عضيعهم، بدل ما يقعد ببيروت ويصرف بنزين ويروح يشتغل بواب، يما يشتغل بس بوي بشي مطعم. طلع اشتغل بأرضك، قوي أرضك، زراع الخوخ، زراع البندورة، زراع الدراء، زراع التفاح، لحتى نصدر لك إيه بأسعار منيحة، بتصور انت تطلع مصاري من ضيعتك ومن بيتك قد ما كنت عم تطلع ببيروت. وينكن يا نواب المنطقة ما فكرتوا بهاي دي؟ صار لكن 20 سنة رجعتوا، لا ما بتفكروا بهالشي؟